لو نفسك تروح تركيا وتدرس في جامعة ممتازة في اسطنبول، يبقى الفيديو ده معمول علشانك. النهاردة أنا أكلمك عن جامعة من أفضل وأحدث الجامعات في تركيا، جامعة نيشانتاشي. الجامعة دي ليها مميزات كتير جدا. عد معايا يا معلم. أول ميزة إنك تقدر تدرس بكالوريوس ب $2,450 بس في السنة بدل من 7,500، وده لأن أوكي تمام هي الوكيل الحصري المعتمد للجامعة، ومن خلالنا تقدر تحصل على الخصم ده. ده لو هتدرس تخصصك باللغة التركية، أما لو هتدرس بالإنجليزي فده مش هيكلفك أكتر من $2,950. طبعاً مش محتاج أقولك إن دي أسعار خيالية مقارنة بمصروفات الدراسة في أوروبا لنفس التخصص. طيب أنا خايف ملاقيش الجودة اللي أنا عايزها. دي بقى تاني ميزة، إن الجامعة بتوفر لك جودة تعليم عالمية باستخدام أحدث التكنولوجيا. طيب كله جد كده، مفيش أنشطة طلابية ولا إيه؟ كل الأنشطة الطلابية والفنية والثقافية والرياضية والاجتماعية هتلاقيها متاحة ليك في الجامعة من خلال النوادي الطلابية الكتيرة المتاحة فيها، ودي كانت الميزة التالتة. الميزة الرابعة إنك أكيد هتلاقي التخصص اللي أنت عايزه وحابب تدرسه موجود في جامعة نيشانتاشي، لأن الجامعة فيها أكتر من 5 كليات بتغطي تقريباً كل التخصصات اللي أنت ممكن تفكر فيها. لسه في مميزات كتير للجامعة المتطورة دي هتقدر تعرفها من خلال زيارة موقعنا www.oktamam.com أو كلمنا وفريقنا الاستشاري هيساعدك بشكل مجاني تمام. يلا مستنيينك تتواصل معنا علشان تسجل في الجامعة وتبدأ رحلتك التعليمية. بالتوفيق مقدماً ونشوفكم على خير.